عاوز اختم انه اليوم كثير حتى من بدع اللي بتصير حتى داخل الكنيسه التوحيديين يونيتيريزم اللي هي ضد عقيده التثليث شهود يهوى كريستيان ساينس العلم المسيحي واليهود طبعا ينكروا الابن والاب والمسلمين ينكروا والكل بينكر سواء فعلا او ب روح العالم اللي عم بسود العالم أنا أسف جدا في موضوع كبير كبير لازم نخلصه لكن خلينا أقول جملة أخيرة أحبائي أنت عاوز تتبع روح الحق ولا روح الضلال نور المسيح ولا ظلمة الشيطان عاوز تتبع يسوع ولا بلعال عاوز تكون في المسيح او خارج دائره يسوع المسيح عاوز تكون مؤمن لك حياه ابديه الى ابد الابدين ام تكون هالك الى ابد الابدين في جهنم النار صدقني هذا مش كلامي كلام كلمه الله اذا علي انا بقول لك تعال للرب ما تضوع وقتك تعال يعني صدقني الرب يحبك وهي كل العلامات اللي بحكي لكم اياها مليان علامات اذا بنقرا في دانيال في كرس اصحاح بتشوف العلامات عن الانتي كرايست بشكل واضح جدا ليه بتاجل خلاصك ما هو بطل واحد يكفى اللحظه اذا فيروس عمل ما لا يعمل في هذا العالم فكم بالحرنك تيجي ليسوع المسيح قل له يا رب ارحمني انا الخاطئ انا بدعوك لحياتي بتوجك رب وملك على حياتي وبسلمك حياتي حتى تكون انت المخلص الوحيد لحياتي اذا صليتها بحب اسمع منك الرب يباركك